يعني شو رأيك بكل ملابسات هذه الحادثة؟ يعني كثير الجدل اليوم حول ما إذا كانت مثل ما عم يقول دكتور صادق أنه ممكن تكون خطأ من الطرفين، وفي جدل على أنه لا هذا تطور أمني مقصود. يعني إن شاء الله الأيام اللي جاية تبرهن أنه هو خطأ، لأنه نحن ما لازم نكون بوضع عم بيصير فيه تحدي مع قوى الأمم المتحدة. يعني أكيد أنا بفهم أنه اليوم حزب الله يمكن يكون عنده تخوف من أنه دوريات تروح على مطارح فيها سلاح أو معدات حربية لإله، ما أنه حابب أنه هي يعني يكون عندها هالمعلومات هيدي. ولكن أنا بفتكر لازم يكون في دراية أكثر بالتعامل مع هذا الموضوع لما يصير في حوادث مثل هذه الحادثة اللي صارت. شو برأيك تداعياتها على لبنان؟ يعني اليوم مقتل جندي بقوات حفظ السلام بلبنان والقرار 1701 والإشكالية حول السلاح والكلام دائما يعني الأمن يعني اللي بيتقدم، اليوم برأيك تداعيات هذه الحادثة هل يمكن احتوائها بالسياسة وبالمواقف الرسمية اللي عم تطلع عنها رئيس الحكومة؟ يعني لحد هلا وزير الدفاع اليوم كمان زار يعني لازم مقر لازم لازم نلقي يعني يلقى القبض على الاشخاص اللي اطلقوا النار بهالطريقه ويتحاكموا. انا هذا رايي، لانه بفتكر هذا يعني من صالح حزب الله انه يصير هالموضوع هذا، لانه مش منه من مصلحتهم انه شغله بهيك يعني هيك صارت بهالطريقه العجلة، يعني مثل كأنه صار في أشخاص مارقة سيارة وقوصوا عليها وكذا وهيدا، يعني هالتسرع هيدا منه لصالح حزب الله يلي هو أكيد عنده سياسة على مدى أطول من هيك بكتير. نعم. طيب عنا نائب أنطوان حبشي أيضا عضو تكتل الجمهورية القوية اللي رح نضم لنا عبر تقنية زوم أيضا لنشوف شو موقف، لأنه اليوم كمان القوات اللبنانية صوتها مرتفع جدا وهي عم تتحدث عن مسألة العقبية من جهة ومسألة كمان الرميش يلي هي كمان فيها أحداث تتكرر من يوم لآخر. قبل ما ننتقل للنائب أنطوان حبشي، اليوم كنا عم نقول عن خطة، حضرتك عندك خبرة بالاقتصاد وخطة اقتصادية، بقراءة يعني برنامجك عندك مشاريع إصلاحية عديدة، صحيح. شو هي الأولويات؟ حتى ما نذكرها كلها لأنه شفتهم كتير، بس ما هي الأولويات يعني اليوم لو أنه لو اتفقت القوى السياسية على زياد حايك وانتخبته بمجلس النواب، شو المشاريع، شو المشروع الأول، ثلاث مشاريع الأولى اللي ممكن تطرحها كمشاريع ملحة؟ أول شيء إعادة الثقة، يعني إعادة الثقة المجتمع الدولي، المستثمرين، الاغتراب، إعادة الثقة بتكوينتنا الاقتصادية بمستقبل البلد. إعادة الثقة هي أهم شيء. لهذا الموضوع في عدة أشياء لازم نعملها. أكيد في الإصلاحات يلي عم نحكي عنها صار لنا هلأ 3 سنين، في معالجة الأزمة المالية يلي 3 سنين بعد ما أخذنا ولا قرار بخصوص معالجتها. في عنا يعني اعطاء المستثمرين، اعطاء الاغتراب فكره عن انه نحن عندنا خطه مش بس لمعالجه الازمه الحاليه، ولكن خطه اقتصاديه على المدى الطويل، يعني اساسها هو اعاده تكوين الطبقه الوسطى وخلق عداله اجتماعيه، شفافيه ضرائبيه، ليكون في استثمار بالاقتصاد المنتج مش الريعي.